بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تنطلق في هذا اليوم المبارك يوم إعادة الفتح التدريجي للمساجد، وهي مناسبة تستحق التهنئة للشعب الجزائري. تنطلق حملة التبرع بالدم التي تنظمها بالشراكة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بشلف تحت إشراف مديرية الصحة. هذه العملية هي تحت شعار قطرة من دمك تنقذ بها حياة إخوانك. فإن كان فلا يعز علينا نحن اليوم أن ننقذ حياة المرضى في المستشفيات بقليل من دمنا. العملية تدوم أسبوعا كاملا بداية من اليوم 15 أوت إلى غاية يوم 22 أوت، وتشمل 13 دائرة من دوائر الولاية، حيث اختيرت بلديات على مستوى الدوائر، وكل بلدية يكون التبرع على مستوى مسجد مركزي من المساجد المركزية للولاية. العملية تجند لها أئمة الولاية، فروع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأطقم الطبية، لأن الظرف يستدعي أن يهب الجميع لدعم الأطقم الطبية ومواساة المرضى في المستشفيات. في بداية الحملة في هذا اليوم كان الإقبال جيدا، وهذا الإقبال يبشر بخير، يجعلنا نتفائل بنجاح العملية في الأسبوع الذي حدد لها. فكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه العملية من متبرعين، من أطقم طبية، مديرية الصحة، أئمة ومشايخ، فروع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء.